لو حضرتك طبقت الفي ار مع بدايه الدور الثاني اللي هو ان شاء الله يبدا من 9 مارس، شكرا والله، هتبقوا عملتوا حاجه كويسه جدا 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 لصالح الكره المصريه، وتبقوا ناس على قد يعني كلمتكم من اول ما جيتوا او مع بدايه الدوري بصيتوا كده لقيتوا ان النادي الاهلي كاتب يا جماعه عايزين نطبق الفي ار، فلقيتوا ان الموضوع مفروض ان احنا نطبق الموضوع ده لانه هيسهل كتير جدا جدا من كل الامور والعك والكلام اللي احنا عمالين بنسمعه وبنشوفه. ولو كان في حكم، انا دايما بالمناسبه الحكام بالنسبه لي عشان تبقوا حضراتكم عارفين ناس محترمه جدا، اذا اخطا فهو بيخطئ لان دي امكانياته، ما بيخطئش علشان قاصد ولا زي ما الناس التانية بتقول، لا لا اطلاقا، انا لا اشكك ابدا في ذمه الحكام، ولكن هي قدرات، انا بقول ان هي قدرات، حكم بيخطئ في دي مره واثنين وثلاثه، اذا هي قدراته كده. فانا بالنسبه لي حضرتك هتطبق الفي ار، ابوسك يعني، مش عارف اقول لك ايه، اشكرك، حضرتك هتريحني من هم كبير جدا جدا جدا، حتى لو كانت حاجه ضد النادي الاهلي. شوف بقى انا بوصل مع حضرتك لغايه فين، حتى لو كانت حاجه ضد النادي الاهلي هبقى انا مبسوط جدا، ما عنديش مشكله، طالما هناك عدالة واضحة، لأن من المفترض أن تطبيق النظام الفي آر بيبقى الموضوع واضح وصريح، لأن ده في ناس بتشوف وناس بتتفرج مرة واثنين وثلاثة. فساعتها أنا بشكرك جدا بشكركم جدا يا لجنة خماسية أن حضراتكم قدرتوا توفروا الفلوس اللي 3-4 مليون يورو، وقدرتوا تجيبوا الأجهزة، وقدرتوا تعلموا الحكام في فترة، وشكر طبعا هيبقى ساعتها للجنة الحكام. لكن كل ده لو حصل وتم تطبيق تقنية الفي ار، لانه اللي انا بسمعه، انا ما اعرفش الحقيقة، ان هناك مشاكل داخل لجنة الحكام، وان الكابتن جمال الغندور قاعد في السعودية وما راحش الامارات، وكان من المفترض ان يكون مراقب للحكام في المباراة، مباراة السوبر، وما راحش، وكابتن تامر دوري كان المفروض اللي هو يبقى متواجد، وبعد كده اعتذر في اخر ثانية فجبنا مراقب، يعني الكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. في ظل كل اللي حضرتك بتقوله ده، لو ده تم تطبيقه هتبقى بالنسبه لي شيء جيد جدا جدا جدا، لانه انا هبقى كاهلاوي، يعني ما سيبك بقى من ان انا بقعد قدام حضراتكم على الشاشه ولا لا، وانا كاهلاوي قاعد بتفرج، والله النادي الاهلي له ضربه جزاء لم يتم احتسابها، هيقولوا للحكم يا جماعه في ضربه جزاء، هيبص على ضربه الجزاء يلاقيها، اتفضل احسب على النادي الاهلي ضربه جزاء، مفيش مشكله خالص ان انت تحسبها وترجع لتقنيه الفي ار، هي دي العداله، هو ده اللي احنا عايزينه، حتى المساواه في الظلم عدل، اسمها كده المساواه في الظلم عدل. فنتمنى من حضراتكم بس ان انتوا حد يعمل لنا بيان، يقول لنا بس بقيه العقوبات فين، بس سواء كده او كده، حضرتك ممكن تكون شفت الموضوع او لما تحققت من الموضوع لقيت ان الموضوع لا يستحق، قول لنا ان انت شايف ان الموضوع لا يستحق. لكن ثلاث نقط دلوقتي وثلاث نقط في نهايه الموسم، الدنيا كلها عارفه هذا الكلام. ايه الجديد يعني؟ فرقه ما جاتش قدام فريق، او فرقه انسحبت من قدام النادي الاهلي. طيب